أهالي الحي الشرقي يتساءلون حول محدودية عدد المدارس، وماذا عن المدرسة التي لا تزال قيد الإنشاء منذ 5 سنوات ولم تنجز في نفس الحي بالقرب من المقبرة الموجودة في هذا الحي؟ مباشرة مع الأستاذ سائد قبها، المدير العام لمديرية التربية والتعليم في طول كرم. أسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير أختي وفاء. صباح الخير لكم في تلفزيون راديو الفجر. صباح الخير لكل أبناء شعبنا. أهلا وسهلا بك، وصباح فيه إن شاء الله كل الخير لنا ولكم. يعني ربما نبدأ من الحدث الأبرز، لاحظنا ومن خلال صور تجمعات لطلاب الثانوية العامة، وقفة ربما فيها مطالبات، يعني كيف تعاملتم مع هذا الحدث أستاذ سائد؟ يعني يبدو أنه إحنا في واقع شوي منظومته بتحتاج إلى طول نفس، وإحنا الحمد لله إحنا طول نفس كبير جدا. واقع أنه هناك في كل الوطن عدد من الطلاب خاصة طلاب الثانوية العامة كالعادة تبدأ العام الدراسي ويبدأ معهم المطالب. الآن في هناك مطالب في حضرة بعض المواد من المناهج يطالب بها طلبة الثانوية العامة في الفروع المختلفة. نحن تحدثنا، وصلت إلى المكان صباحا باكرا أثناء تجمعهم أمام مدرسة الفاضلية وتحدثت إلى قسم منهم، ولكن يبدو أن وللأسف الشديد في حالة من عدم يعني عدم تقبل حتى فكرة أنك تتحدث مع هؤلاء مثل هذا الجيل. بكل الأحوال أنا طلبت منهم الشكل مجموعة وألتقيهم في مكتب التربية والتعليم، تركتهم على ما هم عليه، خليهم يعبروا عن حالهم، يعبروا عن، لأنه يبدو أنه واقع الطلاب شوي مضغوط بدهم ينفسوا عن حالهم، فخليهم ينفسوا عن حالهم شوي. لا يعقل أنه يكون في هناك مع بداية أول شهر لسه ما خلصناش الشهر الأول، إنه كما تعلمين الشهر الأول كان هو مراجعة للمهارات السابقة، اليوم بصيرنا شهر بالضبط، فأنا بستغرب في حذف. ثانيا يعني إذا كان في هناك احتساب لحذف أو لمواد أخرى هذا لا يكون في هذه الفترة، لأنه إحنا ما بنعرف كمان شو بصير معنا في الأيام القادمة، ما بنعرف إذا يكون في إغلاقات. هذا وطن كلياته حالات طوارئ متعددة ومتعددة الأصناف والأشكال، فإحنا بنكلهم بهذا النهج، ولكن الطلاب مصرين أنهم بدهم يوصلوا إلى مكتب التربية والتعليم. قلنا لهم إحنا رح نلتقيكم في مكتب التربية والتعليم على بركة الله. هذا الواقع اللي موجود أختي وفاء. طب أستاذ سائد، يعني أنا مش عارفة، طب يعني هل أيضا الأساتذة بصراحة يعني كان هنالك مثلا تمرير رسالة من قبل الهيئة التدريسية أنه والله المباحث طويلة جدا باللحق، وش يعني كيف قيموا، كيف لحقوا يقيموا أنه المادة مضغوطة أو مش مضغوطة، باللحق نخلصها أو باللحق شو نخلصها؟ لا، ما في لا احتساب ذهني ولا اصلا منطق عقلي في الموضوع. مجرد يعني وللاسف الشديد يعني دعني اقول لك، انا التقيت مع مجموعه من الطلاب، التقيتهم في مدارس اخرى، هم ليسوا من الطلبه يعني اللي يشتد فيهم الظاهر مثل ما حكيت لك، قصه لا في التعليم ولا في شيء. ويبدو انه صوت واحد في هذا الوطن ممكن يشد معاه ويجر معاه 100,000 واحد بدون ما يعرفوا ليش هم رايحين وشو اللي بدهم اياه بالضبط. لانه كثير جدا من الطلاب تسالوا شو الماده اللي بدك اياها وشو الماده اللي معك، اصلا مش عارفها، فمش عارف وشو اللي بده اياه وشو اللي مش موجود عنده وشو اللي لازم يكون موجود. للاسف في كل الاحوال هذا واقع مؤسف يعني للغايه، مؤسف في وطننا في كل شيء في هذه المنظومه بكل جوانبها، ولكن يعني احنا في الاخير هذول اولادنا بدنا نسمع لهم، وفي الاخير مجال الاقناع هو اللي راح يسود ان شاء الله. يعني أعانكم الله دائما وأبدا، وبصراحة سلاحنا دائما هو الاحتواء والاستماع وأيضا الدبلوماسية، هذا ما يتطلبه الواقع المعاش في مختلف المناحي الحياتية. إجمالا سيد سائد، يبدو أن الفوضى العارمة تلقي بظلالها في مناح مختلفة أخرى. دعنا هنا نتحدث قبل أن نتحدث في قضيتنا الأساسية من هذا اللقاء فيما يتعلق برفض بعض الأهالي والطلبة أخذ الطعم، هل بالفعل سجلت هذه الحالات وما هو الإجراء المتبع والمتخذ من قبلكم؟ إحنا يعني في الأخير طلابنا، دعنا أقول لك، في الصفوف التي استهدفت في التطعيم وصلت إلى نسبة 95%، في هناك عدد من الحالات هي أصلاً كانت مصابة أو محجورة وبالتالي لم يطعموا، في بعض الحالات فيها حالات مرضية أخذت بعين الاعتبار، وقسم قليل جدا يعني لا يتجاوز 100 من 10,000، أنا أقصد طبعا 10,000 طالب وطالبة، هذول كلهم أخذوا طعومات، ويوم 19 من الشهر الجاري
أيضا سيأخذون الطعومات الجرعة الثانية إن شاء الله. نعم. جميع توازرنا التعليمية والعاملين في المدارس وفي في المراكز الإشرافية والإدارية أيضا أخذوا الطعومات. صحيح ما تقولي، في بعض الأهالي يرفض تناول الطعومات، وأيضا أصلا يعني في بعض الأهالي يرفض أنه ابنه إذا كان عليه حالات عرضية أيضا أنه يعطله، وبالتالي إحنا أكثر من حالة تواجهنا في المدارس وتواجه مدراء المدارس أنه أنا بدي أودي ابني على المدرسة بغض النظر هل هو مصاب مخالط، المهم أنه ابنه بده يصل المدرسة. وفي التفاهم دائما نصل إلى مرحلة أنه هذا حماية لأولادنا، حماية لكم، حماية لزملائهم للمدارس بشكل عام، لأنه أي حالة ممكن أنها تصيب حالات متدحرجة بحالات متعددة بشكل متدحرج. إحنا يعني عمليا المدارس إن شاء الله في نسبة يعني إحنا راضيين عنها كثير جدا بالنسبة اللي وصلنا لها في تناول الطعومات، سواء كان للمعلمين والكوادر العاملة أو للطلبة، وإن شاء الله سنكمل في يوم 19 من الشهر الحالي. نعم، وهذا ما نتمناه إن شاء الله، كل التوفيق لكم. لكن هنا نذهب أيضا إلى مسألة أهالي الحج الشرقي، يتساءلون حول محدودية عدد المدارس والمدرسة أقرب مدرسة بعيدة، يقال وأن خاصة أطفال الصغار ربما ليس من السهل أن يصلوا إليها ومكتظة جدا، وهم يذكرون طبعا أحد هذه المدارس، لكن في ذات الوقت يتساءلون عن المدرسة التي هي مقامة بالقرب من المقبرة في الحي الشرقي، لماذا لا تزال قيد الإنشاء منذ 5 سنوات ولم تنجز للتخفيف من الاكتظاظ ولتكون بصراحة حلا بالنسبة لهؤلاء الأهالي واحتضان أطفالهم؟ يعني أختي وفاء، جيد أنك أنت حكيت في هذا الموضوع. يعني أنا متسلم إدارة التربية والتعليم في هذه المديرية في هذه المحافظة، لاحظت أنه في هناك يعني خلينا أقول سوء في توزيع الجغرافية المدارس في مدينة طول كرم، خاصة أنه كما تعلمين أنه الامتداد السكاني والديموغرافي هو يصل إلى أطراف المدينة، وبالتالي تجمع المدارس في مكان واحد هذا قد يثقل على بعض الطلبة والأهالي الذين يسكنون في المناطق البعيدة على أطراف المدينة. والمنطقة الحي الشرقية من المناطق أيضا فعلا التي تحتاج إلى أن يكون فيها مدارس. هذه المدرسة التي تذكرينها بشكل فردي، هذه مدرسة اسمها مدرسة الشهيد صلاح خلف. أنا جئت على مديرية التربية والتعليم وسألت عن المدرسة أو المواقع الإنشائية في مدارسنا، أشير إلي إلى هذه المدرسة، وللأسف الشديد هذه المدرسة منذ 6 سنوات لم تجهز، علما أنها مبنية. هذا كان واحدة من التحديات الموجودة أمامي. طب هذه مدرسة صار لها 6 سنوات، شو لحتى الآن ليش مش يعني مش معمرة، مش مشطبة، مش مأهولة؟ السبب كان أنه الداعمين للأسف الشديد الاسم كان يحمل في طياته وبالنسبة لهم تحدي ومعيق، هذه تحمل اسم شهيد وطني، قائد وطني، وكان هذا واحد من المعيقات اللي انه تاخذ الدعم لتشطيبها. ولكن انا قلت اذا كان هذا الاسم سيمنع انها تشطب وتؤهل، انا مصر انه تحمل هذا الاسم، لانه هذا الاسم بالنسبه لنا عنوان نضالي، عنوان يعني يخص نخاع القضيه الفلسطينيه، ولا يمكن ان يتم التنازل عن هذا الاسم. انا بدات تحركاتي وتواصلي مع بعض الأهالي ونجحت الحمد لله بالتواصل مع من خلال بعض الأخوة أنه نلتقي مع أخ رجل أعمال وخير ومعطاء، وبدأنا تشطيب هذه المدرسة. أنت من لا يعرف يعني هو بإمكانه يزور المدرسة، المدرسة الآن قيد التشطيب، والأخ الرجل الكريم اللي قال أنا جاهز إني أشطبها من ألفها لياءها، وفعلا بدأ التشطيب فيها وسيكون فيها دوام إن شاء الله بداية السنة القادمة. نعم، يعني هذه أخبار سارة أستاذ سعيد، ونأمل. نعم الحمد لله. نعم يعني الحمد لله انحلت مشكلتها، العقدة أديب يعني خلص، مش عقدة أديب انحلت فعلا. يعني إن شاء الله هذا بهمة وجهود الناس الخيرين والمعطائين اللي كمان هم يعني حطوا زند في زندنا وساعدهم في ساعدنا. وبالنوع أستاذ سعيد، عفوا على المقاطعة صدقا، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى بصراحة، يعني هذه المدرسة مش من جديد إن هي متوقف العمل فيها، وإحنا مش تبريرا، ولكن فعليا تسلمك واستلامك لمهام مديرية هنا ليس من فترة طويلة، بل هي كانت ما قبل ذلك بكثير، يعني من تقريبا 6 سنوات، وهذا هي يعني منذ 6 سنوات. صحيح، مراحل متتابعة. طب أستاذ سعيد، نستغل، إحنا دائما بنستغلك على الهواء، مش
مش مشكلة، استغلال صحيح وأمثل. أصحاب نقابة رياض الأطفال يعني يطلبون إن أمكن على الهواء مباشرة إذا ما أتيح المجال لدى حضرتكم الالتقاء بكم لنقل رسالتهم ومعاناتهم، لربما الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء عدة مطالب تطلب منهم، سواء رفع الحد الأدنى للأجور، سواء نتحدث عن أعداد الطلبة، سواء عن بعض الإجراءات المختلفة. فيا حبذا لو تم الاستماع أو يتم الاستماع لمطالبهم والجلوس معهم لتنقل هذه الرسالة إلى الجهات العليا، لأننا نعلم أن بعض القرارات هي صادرة من الحكومة وليست من مديرية التربية والتعليم في طول كرم أو من الوزارة نفسها، ونعلم أنه هنالك أمور تتعلق بوزارة العمل، وبالتالي يعني ليس بضرر أن يتم الاستماع لهم أستاذ سعد، أليس كذلك؟ يعني أختي وفاء، أنت تعلمين دار التربية والتعليم هي مفتوحة للجميع، وأنا مكتبي دائما مفتوح، وأنا التقيتهم كمان مرة واحدة وكان في هناك شيء وحلناه على السريع، وأنا جاهز أنه نستمع ونحل الأمور في مكانها. يعني ما في داعي كمان لا يكون في مطالب ولا أي شيء، اللي بنقدر نحله بنحله، واللي بنقدرش نحله بنحله للجهات المختصة في هذا الموضوع، ولكن أنا على استعداد جاهز أن ألتقيهم في أي مكان وفي أي زمان وفي أي ظرف من الظروف. ونحن نقدر دائما وأبدا هذا التعاون وهذه المبادرات الإيجابية الطيبة، ونتمنى لكم دوام العطاء. أشكرك جزيل الشكر في هذه اللحظات على هذه التفاصيل الأستاذ سائد قبها المدير العام لمديرية التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي، لكن دعونا نتنفس قليلا ونذهب إلى استراحة ونعود.